اسمع، لقيت لك طريقة أخلي كيف أبو مرضي يدفع. مرضي تعرف أنت والله ما تطلع منه ريال. لا يا أخوي، مو بيدفع يدفع، أخليه يدفع الثمن. تخليه حاسب يعني؟ لا يا ابن الحلال، يدفع الثمن. أقول لك شغلة، اطلع خليني أوريك. اطلع. هذه جلابيات أم مرضي اللي يبيعها أبو مرضي تحت سقف القانون على أساس. طيب تأخذها بدال فلوس؟ إيش رأيك؟ يا الملعون. يبي لها ملح. الحين انت وش مسويت لك امي؟ امك؟ يا زلمه امك احسن زبوني عندي، شو بتحكي قاعد؟ شلون احسن زبونه وانت بايع لها بقلاوه ناشفه كانها جلابيه؟ وجلابيه رطبه كانها بقلاوه. شو؟ اذا بلقطهم بدي اعمل واساوي. بتخربوني بضاعتي اه؟ تدري يا ابو مرضي كذا طالع احلى. والله؟ طب شو رأيك أخلي كمان كل البضايع أحلى؟ يقال لك مسوي مشكلة أنت الحين؟ يا عمتين! عمتين تعال سوي تنظيف! وش عبد المتين أنت؟ أبو مرضي وقف مكانك! أنت قاعد تخرب المكان! تعال ورجيني شو بدك تساوي يا رجل الأمن! لا تخليني أبو مرضي أضطر أكلبشك الحين! يا زلمي أنا ناقص أنا! يا زلمي أنا بأخذش أصلاً تهديدات من ولدي! ولده؟ وش ولده قاعد تشب انت؟ بزران يعني اطفال، فهمت شو يعني ولده؟ بزران انا طفل يا ابو مرضي، انا اوريك دب.